السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نوت الصباح، يعني لقيت بزاف لي فيديو على نواف السعداوي وشفتهم البارح، ولكن ما عطيتهمش واحد الانتباه كبير. ولكن اليوم شفت ان واحد الإذاعة إلكترونية مغربية مشهورة جابت انسان تقول لك هو يعني انسان يتكلم باسم الدين اللي هو ابو حفص، وتهاجم المسلمين اللي تكلموا وممكن سبوا نوال السعداوي. الحاجه اللي بقات فيا من سمعته تيهضر هو تهاجم بقوه المسلمين اللي هاجموها، وما بقاش في الحال انا هي كانت تهاجم الاسلام والقران والله والدين كله بجميع اطرافه. انا ضد اي مسلم انه يتهجم ولا يقول ولا يسب اي انسان اخر، لاننا نؤمن باختلاف الديانات، وان من كل عند كل واحد الحق انه يعبد اللي بغى وهو اللي غيتحمل المسؤوليه ديالو في الاخر، وهذه مساله بين الله وعبده. ولكن اذا اعترف هو بانه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بايات الله وانه بغي يغير الدين الاسلامي، فانا لن ادافع عليه ولن اترحم عليه، لان هذا ماشي كيفاش غنترحم على واحد الانسان هو لا يؤمن بالرحمن الرحيم. كيف هي يعني؟ وانا نطلق لك الاوديو ديالها اللي هي تقول الموقف ديالها من ناحيه الديانات ككل. العنصرية، الاضطهاد، القمع، أليس كذلك؟ يعني تقفين على مسافة واحدة من مفهوم أن يكون هناك دين أصلا. أصلا أنا بتكلم من ناحية التاريخ، مش من ناحية أن أنا يقال عني أني ملحدة ولا لا. أنا بتكلم بالعلم بالتاريخ. أنا درست الأديان 10 سنوات من عمري، قارنت بين التوراة والإنجيل والقرآن والثلاث أديان، وحتى سافرت الهند درست الهندوكية والبوذية، لأن أنا كنت مهتمة بدراسة الأديان. فكل ما كنت أدرس الأديان وأدرس الكتب الدينية أكتشف التناقضات، أكتشف العنصرية، أكتشف اضطهاد المرأة في كل الأديان، في جميع الأديان. هي أديان طبقية أبوية عنصرية قائمة على الخداع، خداع الناس والتناقضات. جوهر الدين اللي هو العدل والصدق والحرية مش موجود. يعني جوهر الأديان كويس، يعني لما تيجي تكلمي عن جوهر الأديان أو مفهوم الله، مفهوم الله إيه؟ يقول لك الصدق، ربنا هو العدل، عفو العدل. يعني المشكلة في الممارسة وفي التفسيرات، أيضا في الكتب، أيضا النصوص، كتب النصوص. ولذلك النصوص، لا، ما تجديد الخطاب الديني يعني ايه؟ يعني تغيير النصوص بما في ذلك النص القراني مثلا، طبعا، والانجيل والتوراه كله. ما فيش نصوص الهيه هذه يعني؟ لا لا، ليست نصوص. هي يعني في مدرسه في الاسلام كبيره جدا بتقول اذا تعارض النص مع المصلحه غلبت المصلحه على النص، لان المصلحه متغيره والنص ثابت. النصوص دي ثابتة، مفيش نص في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة يبقى ثابت، مفيش ثوابت في الأديان، لازم تتغير. تجديد الخطاب الديني يعني إيه؟ يعني تغيير الثوابت. طب كيف؟ فسيدايا بنفسها ما تتآمنش بالكتب الدينية، ما تتآمنش بالرسالة الإلهية، حتى تفسيرها من هو الله وكذا عندنا تجاوزات فيها. فأنا أبو حفص وآخذه أنه يكون عنده غير أكثر على دينه وعلى الله أكثر من أنه يكون على نوال السعداوي. حقيقة المسلمين ما خصهمش يخرجوا ويستعملوا كلام نبي أو دون مستوى في الكلام عليها، ولكن هي لم تكن إنسانة التي احترمت أو اختلفت واستكتات مع الدين الإسلامي. هي إنسانة جرحت وأرادت أن تشتت أفكار المسلمين
على هذا الموضوع. فكيف انا غيجيني الغيرة عليها وما يبقاش فيها داك الشيء هي اللي قالته على الاسلام ولا على الله، ولو انها ما غتاثرش لا على الله ولا على الاسلام، والله سبحانه وتعالى كفيل بها. واليوم هي تحت التراب وستعرف معنى لقاء الله عز وجل. احنا ما نعرفوش شنو هو النهايه ديالها غتكون معاه، ولكن عرفنا شنو دارت في الدنيا. ف ما نظنش المسلمين خصهم يترحموا عليها على الافعال اللي قامت بها الظاهره امام الناس. فمره اخرى تنقول المسلمين ما خصهمش يتهجموا عليها ولا يسبوها، لانها ماتت، وممكن انسان يناقش الافكار ديالها ويقول علاش ولا يتفق معها، ولكن لا يجب على التصفيق لها والتعامل معها كأنها إنجازات عالمية ولا إنسانية ولا. وحتى هذوك الناس اللي داروا إنجازات عالمية وإنسانية وعلى رأسهم عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه سيدخل جهنم يعني. ف لا يجوز ترحم عليها.